أنا أسماء المهداوي، الأخت ديال الصحفي حميد المهداوي. جيت من سيدي قاسم لمؤازرة أو لحضور محاكمة. هذه المحاكمة اللي هي محاكمة تعسفية بكل المقاييس، وهذا الاعتقال اللي هو اعتقال تعسفي بكل المقاييس صراحة، لأن ما يندى له الجبين هو أننا في 2017، كيف يعقل أننا في 2017 دولة الحق والقانون ويتم اعتقال صحفي؟ شن هي المعايير؟ الحساب المتداول على أنه التحريض والصراخ وما إلى ذلك. مهم، أنا كان افتخر صراحة بحميد المهداوي وكلهم. هي بصراحة ما جاتناش غريبة، لأننا كنا كنتوقعوا، فهمتني؟ لأنك دازت علينا محاكمات كثيرة وعديدة، فهمتني؟ اللي أنا كنت فيه الطريقة كيفاش، يعني هذا الاعتقال التعسفي أنا هو اللي كيبقى فيا الحال. أما زعما لأن حميد الحمد لله، مداوي حميد الحمد لله، ما انتهب ما العام، ما اختلس ما العام، ما سرق، ما دار شي عملية إرهابية. هو يناضل من أجل إعلاء كلمة الحق، هو يناضل من أجل المستضعفين، هو يناضل من أجل الشعب، من أجل أننا نكون دولة قوية، دولة حقوقية، يعني دولة بالفعل، يعني دولة 2017، يعني ديمقراطية بكل المقاييس. ولكن أنا بصراحة اليوم كنت كنتوقع لأنني أرجع، يعني غادي يتم التبرئة ديال حميد، رجعوا أنا وياه اليوم. ولكن تفاجأنا صراحة، وتنقول على أن المحاكمة ديال اليوم هي تصفية حسابات لا أقل ولا أكثر، لأن بأنني كما يقول أحد الضباط أنه وجده يحتهم، ما معنى يحتهم بعد، وجده يحتهم على التحريض أو ما إلى ذلك. مهم أسمع، باش أنت أختو كيفاش ممكن كيخص المشاهدين ديال حميد رائع بكل مقاييس. حميد ماشي حيت خويا، ولكن غنقول على انه راجل بكل مقاييس، تيوقف معاك ما عمرو كيتراجع، فهمتني؟ كيدافع على الحق، انسان حنون، انسان دائما كيعطي قيمه للاخر، ودائما كيحاول قدر المستطاع انه يسامح حقه من اجل الاخر. كان افتخر به. علاش؟ لان اليوم دخلت وشفته، يعني كنت كنحاول انني ما نبكيش، انني نمسح الدمع. المهم هو شافني عنقني ويقول لي لا غيبكي، واجي يقول لي، قال لي بيني وبينك ما جيتك شيء، انني غلاضيت لي ما وزيانيت. يعني لا زال يحافظ على حس الدعابه وروح الدعابه، لانه كيتميز بها، والمميزات شخصيه حميد، وانا كان افتخر به صراحه، وغنبقى معاه لاخر رمق. الوالده ديالو الحمد لله كيرضيو عليه بخير، لان حميد انا كما قلت لك ما اختلس، ما سرق حتى شي واحد، كيناضل من اجل اعلاء كلمه الحق. وشكرا.